أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم مستر حنيف من الملة للحلوى العمانية. أهلا مستر حنيف. أيوة، بداية شكرا مستر حنيف لتواجدك معنا ببرنامج، ولو تخبرنا المزيد عنك وعن الحلوى العمانية الموجودة في المكان. أنا اسمك حنيف، تو أنا موجود مليوي رأس الكيمة، رأس الكيمة داخل جولان. في عندك موجود 6 نوعيات من الأماني سويتس، أماني ألوى. موجود من السلطانية أسود، ألوى من التين، ألوى من الأصل، ألوى بالحليب، ألوى سلطانية أصفر، ألوى من الأصل، ألوى من الزفران، ألوى من التين. ما شاء الله. أستاذ حنيف، نهاية بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الملة الحلوى العمانية. أنا في موجود ورأس الكيمة مال جولان، في موجود واتساب رقم مال انستغرام سناب شات، أي طلب ما في مشكل. نهاية شكرا جزيلا أستاذ حنيف، أتمنى لك كل التوفيق والنجاح لجميع المشاهدين. تواصلوا مع الملة الحلوى العمانية، موجودين في رأس الخيمة مقابل سوبر ماركت ساس في جولان، وللتواصل أرقام تليفوناتهم موجودة ولجميع الطلبات. شكرا جزيلا أستاذ حنيف. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.